تونس، هل انه اليوم توفرت مكاسب اخرى للكسب او للكسب السهل والربح السهل، قد تمثل هي يعني الفارق بينها وما بين التعليم في تونس؟ نسمع الميكرو تريتوار اللي امنه لنا زميلنا وسام القرق. منتدى الحياة من الاثنين للخميس مع مريم من ماضي ساعتين الاربعة على الحياة فام. منتدى الحياة، رايك يهمنا. تونسي راه بالنسبة ليه أنه يوصل صغار وهدف أسمى بالنسبة ليه، ويخليهم يتعلموا أحسن عليهم. فما عباد تقولك ليه برا خلي ولدي يطلع كوارجي وما يعمل فلوس خير من أي حكاية أخرى. فما عباد ليه راه بالنسبة ليه أنه ولده يوصل وياخو الشهادة راه حلم حياته أنه يعمل كيك. أحنا شنوة، أنا بالنسبة لي نحكي على روحي، نوصله لو ماكسيموم بوسيبل وين باش يوصل هو، مخه وين باش يهزه ان شاء الله هالطفل، ومن بعد مستقبله هو اللي باش يحدو، باش يطلع مثلا صانع محتوى طوميو، وباش يطلع المفيد بالنسبه لي انه يتعلم وياخذ شهيده، ومن بعد الطريق اللي يحب هو ياخذه بكل حريه. المفيد يتعلم بالنسبه لي انه معناها حشاك ما يطلعش جاهل، المفيد ياخذ باك وياخذ شهاده جامعيه ومن بعد شنو باش يعمل بها هو حر في ذلك. اهم حاجه لصغيراتنا اليوم وغدوا ومن بعد غدوا، ما يلزمناش نحطوا لهم في عقولهم انه الماده او المال او التجاره او ما الى ذلك او وسائل التواصل الاجتماعي اللي اليوم انتشرت واللي قاعده دخل في برشا فلوس، كما نعرف كيقولوا مثلا تيك توك او يوتيوب او ما الى ذلك يدخلوا فلوس، لكن ما يلزمهاش تكون هدف لصغيراتنا. التحصيل العلمي اهم حاجه، اهم هدف لصغيرات اليوم. يعني انا مثلا نقول لولدي ولا بنتي خذ شهادتك العلميه ومن بعد ما بطبيعة الحال مينش ندخل في اختياراته شنو باش يخدم من بعد، هذيك تبقى يعني لازم تخلي للصغيره كحريه الاختيار حتى يبني يعني شخصيته. لكن دوري انا اليوم كأم اني نوجهه، لانه مازال ما ينجمش يختار يعني طريقه. الطريق الوحيد والاوحد في بلادنا وفي اي بلاد في العالم هو طريق العلم وطريق الشهاده العلميه. كلمه النجاح هذه نحطها بين ظفرين، لانه نجحوا في شنو بالضبط، يعني شنو الانجازات اللي عملوها. رو النجاح يبقى نسبي ولا يقاس بالمال. اذا كان باش نعتبره الناجح اليوم هو اللي قاعد يحقق في ارباح ماليه، فانه برشا ناس قاعده تحقق في ارباح ماليه بطرق غير مشروعه، اذا نصنفهم ضمن ناجحين. الناجح اليوم حقيقه اللي خدم على روحه، اللي قرا على روحه، واللي حصل شهاده علميه، واللي اكتسب يعني مستوى تعليمي معين حتى ولو كان يعني ما جنيش برشا فلوس. بالنسبه لقطاع التعليم، الاب ماذا به ولده يكون نابغ، ماذا به ولده يقرا، وماذا به يقدم، وماذا به ينجح. الا ان التكنولوجيا والعلم العولمه الحديثه قلبت المفاهيم، وخاصه بعض الوسائل الاعلام اللي قاعده تروج للشيء هذا. الحقيقه بصراحه معناها قطاع التعليم انا نعتبره في مهدد. ما نحبوش نحكيو على اشياء اخرى، النقابات والاضرابات في قطاع التعليم وهذاك موضوع اخر، ولكن العولمه والانترنت ومواكبه العصر هذا غيرت التلميذ الفكر نتاعو. يرى اكس ولا ايغريك جراماز شكون ولا مؤثر ولا مؤثره، يقول لك في الساعه ناخذ في 20 مليون بالطبيعه. تو هو حتى في الاجواء في جيران وكذا، انا ما عنديش تيك توك، صغير تلقى 9 سنين و10 سنين ويلعب على التيك توك ويعرف كيفاش يستعمله ويعرف كيفاش يستخدمه. انا هاو شخصين عمري 45 46 سنه ما نعرفوش، رغم اني نواكب العولمه ونواكب معناها التكنولوجيا، ولكن ما نعرفش. فما وسائل هذه جديده الحديثه والانستغرام والتاثير واليوتيوبر وكذا، معناها اثرت تاثير كبير كبير ياسر على التلميذ. ولذا بصراحه نداء استغاثه، الدنيا عملت صعب. اذا كان ما يقراش على روحه شنو حاجه مثنين ينجم ينجح زاد على المستوى التكنولوجيا الحديث هذيك، ما ينجم ينجحش كما ينجم ينحرف. معناها سلاح ذو حدين، معناها التعليم هو الاساس، التربيه هي الاساس. قبل كلنا كتاب مدرسه ليسي، معناش الوسائل هذه الحديث، فهمت، نلعبوا كل كارت هكا زربوت كل الحاجات الخفافه فقط، معناش الاشياء اللي هي معناها ناكد لك حتى حاجه ونواكب معناها ولاد الحكومه، حكم اني حكومه شعبيه، يحل لك المواقع الاباحيه ويعرف ايش يعمل ويعرف يستعمل ويتفرج. ان شاء الله ربي يفرجها وان شاء الله يرجع القطاع التعليم كما كان قبل الأخير. منتدى الحياة من الاثنين للخميس مع مريم من ماضي ساعتين للأربعة على الحياة فام. منتدى الحياة، رايك يهمنا.
التعليم تراجع على حساب التطبيقات الكبيرة اللي غزت الواقع التعليمي متاعنا لليوم وغزو العولمة أيضا، والتعليم أصبح مهدد. هذه تعليقات أغلب الأولياء اللي كنا نستمع لها مدام سونيا، فمشكون عدد كبير من الأولياء أخرين يقول لك وإنه التلميذ أنا نوجهه وهو لديه حرية الاختيار. effectivement هو اليوم شنو الثغرة اللي خليت كونه تتفاقم من نسب الانقطاع مبكر عن الدراسة، ونحكيه على مشكل في التحصيل المعرفي، ونحكيه على المشاكل اللي تحوم حول نظرتنا للتعليم متاع اليوم. هو كيف ما دخلت السيدة الفاضلة دونك الأخصائية الاجتماعية وقت اللي قالت في عمر اليافع الصغير لا يقع معناها تحفيزه على اختيار المسار متاعه. مش معناها المسار متاعه، قبل نعرفوا اللي في نظام التعليم القديم كان وقت اللي يوصلوا المرحلة الإعدادية يقع معناها التلميذ يكون عنده اختيار يواصل طويل الأمد تسمى أو يرتقي إلى التكوين المهني. ولهنا في التكوين المهني هو فانت كونت باش يطور وباش يعمل حاجة هو راغب فيها، وفما اللي يحب القراية وبتبيعته معناها نتائجه معناها مقبولة فمتوسطة فمتميز يختار كونه يكمل الأمد الطويل، يعني يكمل الدراسة متاعه بطريقة عادية. اليوم شنو وقع في المنظومة التربوية متاعنا اللي ما عادش التلميذ مخير، أصبح مسير، يعني عنده نظام تعليمي موحد للناس الكل تطبق عليهم، لأن كل ناجح كل ضعيف كل متوسط، والناس الكل إذا تخرج على المسار هذايا فالمصير متاعهم باش يكون معناها مصير منقطع عن الدراسة اللي نجم ينخرط في سلوكيات مفهوم المخاطر. لهنا ما نجموش نحكيو على دور الولي في التوجيه، في توجيه تلميذه. ما نجمش، كيفاش؟ نحن قلنا هو معناها في وسط المنظومة التعليمية، نحن اليوم عندنا نظام تعليمي معناها معين، ماناش كيف ما قبل، قلت قبل كان يوصل التلميذ للمرحلة الإعدادية يخيروا ما بين أمر سواء يكمل الدراسة متاعه أو يلتجأ إلى التكوين المهني. اليوم التكوين المهني والشروط متاع التكوين المهني ساعات لا تستجيب إلى قدرات التلميذ، فالتلميذ المنقطع يلقى روحه ما عندوش المستوى الدراسي اللي هو ينجم يخاول ويلتحق بالتكوين المهني، العمر متاعه أقل أم أكبر من شروط الانخراط في التكوين المهني. دونك اليوم فما حلقه فارغه. مدام هي سونيا، لو نستسمحك يعني قبل انه نختم حلقتنا لليوم، شنو هي اهم النصائح في ظل الغزو الكبير نتاع التطبيقات اليوم اللي نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي لدى التلميذ؟ شنو هي اهم النصائح اللي تنجم تقدمها للولي؟ اول حاجه ساعه يلزمنا نفهموا اللي راهو فما قانون لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعي يجب تطبيقه، اللي هو شنو يقول لك لا سبيل اليه الى انسان معناها يكون عنده معناها موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وهو عمره لا يفوق 13 سنة. دوك انا اليوم كوالي كي نكون مانيش واعي ومانيش فايق بالمخاطر الساعه اللي تنجم تؤدي بصغيري لاستعمال موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وقت صغيري دون سن 13 سنه، لهنا يلزمنا مراجعه الاساليب التربويه، مراجعه تثقيف الاولياء وتحسيسهم على سبيل المثال استعمال المخاطر، استعمال مواقع التواصل الاجتماعي دون سن 13 سنه. شكرا لك مدام سونيا، هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجنا لليوم. شكرا ايضا لامنه بوخيت اللي عملت لنا الاخراج الرقمي والاخراج